اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا. كيفكم؟ مبسوطين بالمتحف؟ اهلا وسهلا. كيفك يا صبا؟ مبسوطة؟ كيفك يا زينة؟ كيف اللعب بالرمل؟ حلو؟ كيفك يا سلمى؟ كيفك يا جواد؟ أهلا. كيف المعروضة؟ حلوة. حلوة كثير؟ آه. شو هذا الصوت؟ سامع الصوت يا جواد؟ صوت عالي. أصدقائي سامعين الصوت؟ سامعين. شو رأيك نروح نشوف شو هذا الصوت؟ يلا. اهلا ميشيل، كيف حالك؟ تمام، وانتو كيف حالكم؟ شو بتعمل؟ تمام، انا عم بتدرب، قاعد عم بحمي. احنا سمعنا صوت الاغاني انا واصدقائي، حكينا نيجي نشوف شو الصوت. عم بحمي عشان عم بدي عنا احتفاليه دبكه بعيد الاستقلال. دبكه؟ ايش كثير؟ نعم دبكه. فكره انا ما بعرف ادبك كيف. طب مين فيكم بيعرف يدبك؟ اولا بتعرف شو هي الدبكه؟ لا. الدبكه هي عباره عن الرقصه الفلكلوريه للاردن ومعظم بلاد الشام. الدبكه بلشت من ايام زمان، يوم ما كانوا يشتغلوا كانوا هم عم بيشتغلوا يطلعوا اصوات وحركات عشان ما يزهقوا هم عم بيشتغلوا، فمن هون طلعت الدبكه. واحنا في عنا دائما بكل مناسبه للبلد عم ندبك، بنورجي الناس وبنورجي الشعوب الكامله شو الفولكلور الشعبي تبعنا اللي هو الدبكه. تحبوا تتعلموا دبكه؟ اكيد. شو رايكم؟ حابين؟ وانتم كمان حابين تتعلموا معنا دبكه؟ وهلا رح نتعلم اساسيات الدبكه. الدبكه كثير سهله، بس بدنا نركز شوي بحركات الاجرين. اول شيء رح اعمل انتوز على اطراف الاصابع، رح اصير اخبط، رح اعمل شمال بعدين يمين، رح نعملها ورا بعض. اوكي، 4 3 2 1، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، اسرع، شمال يمين مع بعض، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين. هلا الحركه اللي بعدها راح اطلع اجري الشمال لقدام. اوكي، ذن بعدين على السريع راح اعمل يمين شمال، يمين شمال، يمين شمال، وزني راح يكون على اجري اليمين. اوكي، وراح اعمل باجري الشمال من اول، 4 3 2 1، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين، شمال يمين. الحركه اللي بعدها بطلع اجري قدام ويمين شمال، يمين شمال، يمين شمال، يمين شمال، يمين شمال، يمين شمال، يمين شمال. اجين من اول ورا بعض واسرع. اوكي، بس بدنا اهم شيء بالدبكه انه احنا نضلنا مع بعض، نضلنا ماسكين الايقاع مع بعض، لانه الدبكه عباره عن دبكه مجموعه، مش دبكه فرديه، مش لشخص لحاله، فلازم كلنا نكون ماشيين على نفس الايقاع. 4 3 2 1، شمال يمين، 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 شمال يمين. الحركة اللي بعدها يمين شمال، يمين شمال، يمين شمال، يمين شمال، يمين شمال، يمين شمال، يمين شمال. اوكي، كل حدا فاهم لهون؟ كل حدا مبسوط بالدبكة ولا لا؟ اوكي، جاهزين نعمل اللي تعلمناه هلا؟ وانتو كمان جاهزين تتعلموا معنا؟ جربوا اللي تعلمتوه، يلا مع بعض. رح نعمل كمان مرة ورا بعض، رح نعمل شمال يمين، شمال يمين، 1 2، شمال يمين، شمال يمين، 1 2، شمال يمين، شمال يمين. هلا بدنا نمشي فيها. اوكي، يلا مع بعض، نمسك ايدينا، ما حدا يسبق الثاني. 4 3 2 1، شمال يمين، شمال يمين، 1 2، شمال يمين، شمال يمين، 1 2. ارجعوا لورا شوي صغيره، شمال، ايوه كبر داره، 1 2، شمال يمين، شمال يمين، 1 2، شمال يمين، شمال يمين، 1 2، 1 2، 1 2، شمال يمين، again، 1 2، نرجع لورا نكبر الدائرة، شمال يمين، 1 2، شمال يمين، شمال يمين. هلا بدنا نوقف محلنا،
محل ما كنا واقفين اول شيء، شمال يمين كملوا، واحد اثنين، كل حدا يوقف محل ما كان موقف. كمان نكمل، أربعة ثلاثة اثنين واحد، شمال يمين، شمال يمين، واحد اثنين، شمال يمين، شمال يمين، واحد اثنين، وانتو كمان معنا. شمال يمين، واحد اثنين، شمال يمين، شمال يمين، واحد اثنين. ليش بحب الأردن؟ يعني هذا سؤال كثير صعب. مين فينا ما بحب الأردن؟ بل الأردن هي البلد اللي احنا عشنا فيها، اللي تربينا فيها، اللي أكلنا من خيرها، واللي احنا مستعدين نعمل أي شيء بالدنيا عشان نحميها. الأردن عبارة هي البيت الكبير اللي حاوينا كلنا مع بعض. الأردن هي اللي تعلمنا فيها كيف نكبر وكيف نحب الناس وكيف نحافظ على الإرث تبعنا وكيف على إن نضلنا محافظين على التاريخ تبعنا. الأردن هي عبارة عن كل شيء. ليش بحب الأردن؟ لأن الأردن هي البلد اللي عشنا فيها وتربينا فيها واللي أكلنا فيها وعشنا كل لحظة حلوة فيها. الأردن فيها تراث جميل وكثير حلو. وأنت سألتني هذا السؤال وكأنك بتسألني إنه كيف أنا بتنفس، لأنه الأردن هي نفسنا. أنا ليش بحب الأردن؟ لأنها ماضية وحاضرة ومستقبل. أنا كثير بحب الأردن لأني أنا انولدت فيها، ولازم كلنا نحافظ على وطننا، وكل عام وأنتم بخير.